كتحط موتورك كترتاح ما كتخافش واحد يهز لك شي بياسه ولا هادي، كتكون هنايا غير انت بوحدك اللي هنا دير تبحر مرتاح بحالك شوف تبارك الله. المهم الخوت لقيتونا مشى علينا الحال، الظلام قرب يطيح، قبل ما يطيح الظلام قلبوا على شي بلاصه اللي نباتوا فيها نشوفوا هادو واش كيديروا الكومبينغ ولا ما كيديروش كومبينغ، ندقوا الكيطون ديالنا. You can wait just a moment because generally we do the camping, but you need to take a meal with us for the evening. Oh, to eat dinner? Yeah. Ah, okay. We don't do only camping. Thank you so much. For you. Have a nice time. Thank you. يوم الخوت سنمشيو نشوفو واحد البلاصة وحدة أخرى قالك فيها كومبين. المهم الخوت جينا لهاد البلاصة هادي باش ندقو الكيطون ديالنا، بقينا كنكلوكسوني وكنصوني وما بالنا حتى واحد، عييت ما نساينا عييت ما نقلب ما بالنا حتى واحد. دابا بقالنا حل واحد وهو نمشيو نقلبو شي بلاصة وحدة أخرى ولا نشوفو شي لوطيل قبل ما يطيح علينا الظلام. الخوت لقيتونا يلاه حطينا الرحيل ديالنا نجبد شغالي ونوريكم هاد اللوطيل هذا، الصراحه عجبني ناضي. ما دقيناش الكيطون حيت هاد البلايص هادو ممنوع ممنوع تحط الكيطون برا، كاين فهاد البلايص هادو فين تحط الكومبينغ غير حنا لقيناهم شادين داك البلايص فين كتحط الكيطون، ولكن لقينا واحد البلاصه ناضيه انا نبارطاجيها معكم دابا. صافي غنشد هادشي هذا بعدا هو الاول نوريكم هاد البلاصة هادي، الصراحة عجباتني بالرجولة وبلاصة كار هادي غتولي من البلايص لي ان شاء الله فين ما ندوز من هنايا نجلس نرتاح فيها، ولكن بالرجولة عرفتو عينا الخوت كانت ندى بزاف في الطريق. تخيلوا معايا البوط، البوط في زق، البوط في زق، حوايجي في زقو. المهم الموطير ها هو عاد يغطيني لوطيل، ها هو راه ليها كاين لابيسين، هاد راه عاد جديد صراحة ناضي، و التمن هو اللي عجبني كاع بزاف، التمن داكشي اللي كيعجبكم، التمن رخيص و الكام، ليها كاين لابيسين، الجلسة عندهم الريستورو عندهم كلشي، و واحد الحاجة اللي زوينة فيها هاد الجلسة التقليدية راه مغيبالكمش دابا مع الليل، كدخل بغيت تشرب أتاي هنايا، بغيتي تبات هنايا، الصراحة حنا في اللول كنا غنباتو فواحد الكيطون أنا غنوريهلكم، عندهم كواطات عندهم كلشي. فلو كنا غنبعتو هنايا حتى اللي قلت صافي رانا ناخذو شومبر، ها هو كنا نبعتو هنايا راه ما غيبالكمش مزيان حيت بس في الكيطون، حتى اللي قلنا صافي راه نقبطو روم. المهم كيما قلت لكم راهم عندهم الكيطونات فين كتبات وما عندهم الريستو تجلس، انا غنوريكم لي شومبر الصراحه اللي عجبوني عجبوني الاثمنه، اثمنه رخاصين. الروم اللي قمت معها هي هادي، ولوطيل كامل فيه الكليما فيه كلشي، هيا الروم اللي قمت معها هانتوما كاين الكليما كاين كلشي، هاهو البانكو شوفو الكام تبارك الله، راه لابيسين راه الموتور هانتوما شوفو البانكو. وهاد الروم هادي اللي كتشوفوها الخوت بشحال 190 درهم الرخاليا، هانتوما الروم الثانية هادي غير 180 درهم هادي مفيهاش البالكو، الروم اللي قطعنا فيها البالكو. ومازال هادشي كامل اللي كتشوفو مازال جاي تشوف، شوفو تبارك الله البالكو هنا قداش، شوف شوفو على جلسة هنا ملكية، الصباح كاين الجمال الكواطات كاين كلشي. ونزيدكم هادشي كامل هاد لي روم كاملين زايد معاهم الفطور،
هاد اللعيبه هذه عجبتني هي ست الناس يعني جروب يكون ست الناس يجيو كلهم فروم وحده وبشحال هاد الروم ها ست الناس ب 330 درهم يعني 330 درهم بحال اللي كنقولوا تقريبا ما كاملاش 60 درهم الواحد مخيره المهم غير بغيت نبارطاجي معكم هذا الشيء الخوت اغلبيه لي موطارد ولا عبر لي موطار يعني فاش كيكونوا غاديين في الطريق كيبغيو شي بلاصه اللي وقفوا ويرتاحوا فيها تاعهم زوين تبارك الله الدريري ظريف والله عمرها دار اخوت شوفوا الحوت اللي غادي يصاوب لنا هذا راه ديال اليوم ديال القصبه هذاك هذه الدوبه ديال الكوربينه هذه باش كتعرف ديال القصبه الا كانت ديال الشبكه كتلقى هادو مفتوحين شي بحال هكا مفتوحين كتلقى كلهم هادو دايرين بحال هكا كلهم كتلقى حتى هنايا مفتوح كامل باش كتعرف فهمتي ها بلاصه السبيب فين شدها شتي السبيب ضاربه واحد شويه هنايا ديال 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 القصبه هادي هادي الدبدوب الكوربينه هادي ابلاغ الصنار لان البلايص معروفين بالمصايد فهمتي وهاد الصيده اللي كاينين هنا كتعاملوا معاهم اي حاجه كيطلعوها في النهار كيجيبوها لينا هنايا في النهار هذا ديال الحصيله ديال واحد الصياد من بين الصيادة ديال اليوم تبارك الله دينا من عنده كان بغيتو هاد الدبه ولا ابلاغ هما بجوجهم مزيانين ها هي بجوجهم مزيانين هما دابا انا حرت ما عرفتش شنو نعزل انت اخويا عندي لكم هكا بلاغ مزيان ياه بلاغ مزيان صافي سلام اللهم يسر صافي ندير لكم طاوه وداك الشيء يكون ان شاء الله مريقل اللهم يسر حتى في البيرات براسو بغيت تحضروا معنا فيها تحضروا معنا فيها ما كاين حتى شي مشكل ياك عندنا الامكانيه باش تدخل الكويزين ماشي الامكان الطيب وانما تشوف الكويزين تشوف كل شيء باش كتعرف انه الماكله اللي كتاكل راه ماكله نقيه فهمتي حتى الكويزين كتشوفها بلي راه نقيه كل شيء مزيان لا راه باين باين هذه راه لاكسي عاطين لاي واحد عنده الحق يدخل الكوزينه يشوف الامور تما كي دايره يشوف النقا يشوف اي حاجه مرحبا بكم مرحبا على راسي شكرا بزاف الله يبارك الله يحفظك هذه البلاصه هذه ما عرفتش بالضبط سميتها انا عاد نسولو على السميه هذه البلاصه ما عرفتش نعرف حيت انا خوت كيما الشوق اللي في الصباح من الداخله حتى وقفت هنايا البلاصه سميتها بالضبط الشبيكه بالضبط عند واد العقيلي نوتيسما هذه الشبيكه الجديده هي هذه الشبيكه الجديده لجماعه الشبيكه تابعة لاقليم طنطا فهمت الجهات قلميم واد نون شحال باقي لطنطان؟ طنطان بقات 60 كيلومتر بالضبط 60 كيلومتر الوطية بقات لك تقريبا شي 35 كيلومتر الوطية يعني يعني بحال بنون اللي جاي يفوت الوطية 35 كيلومتر اللي جاي مثلا من اكادير ولا شي حاجة كيدوز طنطان كيدوز الوطية كيوصل للشبيكة ما بين طنطان وهنا 60 كيلومتر بالضبط كيسول واد العقيق جماعة الشبيكة وطيل واحد اللي كاين جماعة الشبيكة كله هو هذا الفضاء سميتو فضاء الشبيكة السياحي سباس توريستيك الشبيكة ياك وملي كنتي الا كنتي جاي مثلا من العيون كدوز اخ في النير كدوز اخ في النير ب 35 كيلومتر كتلقى هنا هي اللي درت دابا 35 كيلومتر كتلقى بالضبط جاي هو ما بين الوطي والشبيكة بالضبط واش الخوت المهم لقيتونا دابا نجلسو نتعشاو فهاد الجلسة الرومانسية انتوما شوفو الكويطين مع الصراحة واش كيبان لكم هادشي مزيان ولا ما كيبانش هاهما جابو لنا عشا شوفو هادشي كي داير تبارك الله الصراحة جلسة ناضية عادي جوج شحر ونعتين ناضي بالرجل اخوت فاش تكون دار في الطريق وعيان اهل الماكلة هادي كتبغي داك الماكلة ديال فاست فود هاداك تعياه منها واش بغينا بخير عاوتاني داكشي ناضي المهم انا قالت لك قلت حيت رجلي مريضه ما نقدش نطويها صباح الخير اخوت المهم لقيتونا قبيله شويه في القناه قدينا شغلنا البيت مرون شي شويه الحمد لله ما بارك طاوه من السمراء نمشيو دابا نفطروا لهيا البحر حلو نمشيو للبحر المهم نعطو دابا نفطرو ونتحركو البحر ان شاء الله شوف اخوتي على كان تبارك الله كي داير الله هادشي اللي كيعجبني كان كتحط موتورك كترتاح ما كتخافش شي واحد يهزلك شي بياسه ولا هادي عرفتو كتكون هنايا غير انت بوحدك اللي هنا والباح داك العشاء اللي شفتو البارح كليناه في قيطون بحال هكا داكشي ناضي تبارك الله غادي نوريكم القيطون جليسة الصراحه زويونه هنا البارح تعشينا شوف جليسة ناضيه اتاي صحراوي ناضي تبارك الله ماكله ناضيه المهم لقيتوني حيت الفاليزات من الموتور باش نتحركوا للبحر نمشيو دابا نفطروا بعدا هي الاولى ان شاء الله انا نوريك الموتور حيت الفاليزات حيت ما عنديش نتعذب ونديهم معايا راه حيت الفاليزات حطيتهم في قنتنا الامان ما تخافش وخا السوار تخليتهم تما ما
كاينش غرام د المشكل. ندوزو دابا نفطرو باش نتحركو البحر ان شاء الله. اوكي لبيسين نفطرو دابا. الصور الكالم كام داكشي اللي كنقلب عليه كاين تبارك الله. شو على كليسه ملكي اخوت السنسله بقوه لا ميديتي. شوفو كي ولات الله الا تصدات بالله. شوف 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 الصدى جاب الله. عندي الماتريال هو هنايا. نضرب لشي زيته ناضيه وعاد نتحرك ان شاء الله. شوف السلسلة كيف كتبان. شوفوا دابا كيف كتبان السلسلة والطابلو كيف كيبان. شوفوا دابا مخير. المهم اخوت حلقتنا غادي للبحير تكون صندرا تما لا لوطي. الموطور حنا حطيناه الفوق عرفتو بوحدنا. شوفوا على فيو تبارك الله. شوف سعادة كيعجبني عا نكون شي بلاصة بوحدي نبقى جالس مخلوي مع راسي تصمت العظامك. انتم شوفوا الخوص على جلسه ملكيه بوحدنا بزاف. الناس يقولوا لي خليتي الشمال البروده وهبطتي للصحراء زعما لتحت وراه هنا اللي كاين البروده الخوت والجواعر. الشمال دابا مطرطق الحوسيمه مارينا سمير الشمال شباب بصفه عامه ما عندكش وليبره تلوحه غطيح فوق شي واحد ما عندكش كدير تبحر مرتاح بحالك. شوفو تبارك الله. مو اخوت لقيتونا نتحركو بحالنا البحر طلع. انتم شوفو فين وصل طلع بزاف. المهم تبارك الله صراحة طاست ناضية. نتحركو بحالنا دابا للدار اصلا الدبابة طاحت هادشي اللي كاين.